هي تسخر بالأسماء ألاسان توغولو، أرون تراوري، موديبو سيسوكو، فما تراوري ضرب. كل ذلك يؤكد أن العمل المستمر والخطط العملية توجت ببطولة إفريقيا الماضية للمنتخبات الأول فترة تحسد عليها الكرة، كرة القدم السنغالية، فترة البطولة. هنا نشاهد المنتخب، مدرب المنتخب الوطني بيده اليسرى دفتر وقلم يدون كل خططه، يتابع لا تزال غائبة. حذاري حذاري من هذا التوغل المالي، هنا الهدف الأول، هدف وفرصة من ذهب وخطأ فادح من الدفاع، خطأ فادح وشوارع مفتوحة. يدرك قيمة التشجيع وقيمة تأثيره في مثل هذه المباريات. مباراة حاسمة مع تجاوزه سيجد نفسه في النهائي أمام أسود الترنجة التي توجت ببطولة ميدية فترة تحسد عليها الكرة، كرة القدم السنغالية. توغل مالي حذاري، Isabulu, Isai kotra mawa bolandi sempara ma, sempara biu kungorota, sempara lasgi Isama, Isai 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 bolandi, Anjema, Kanate, Kanate Isa, bolambe sempara bulu, sempara bolandi Isama, Isa, Isai bolambla Kanate nye, Kanate Isina bolonga. Kanate isina bolonga atranai atranai ah ni bebala Mauritania ya kelangulu kagay bolombla sanfe kagay bolombla sanfe gereta de Isai Bolondi Bama, Bakili Sigleno, Ale de Gala Mergare MBTA, Yelen Tarai Turnamna, Espagne, Baragara Mergare, Agatine Gilinoga. Vive Ben Ibrahim Kanate. Savir Abdel Hakem. Ibrahim ينفذ. وكرة في العمق الراسية والمتابعة، لكن كرة تخرج وتتحول إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى مؤجلة، مقطوع الكرة، حذاري 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 من هذه الفرص في آخر اللحظات. وكرة المالية إلى غير مطلوبة المقصية السريعة، سافرة الحكم ليست منهية الشوط الأول. قبل الاحتفال بالوصول للنهائي لمواجهة المنتخب السنغالي، المنتخب السنغالي الذي هنا المحاولة والتوغل، صافرة وخطأ لصالح المنتخب المالي من على مشارف منطقة العمليات.
ست دقائق من النهاية بعد محاولات متكررة، بعد فرص خاطفة، بعد فرص طائشة، يأتي الهدف الثاني ويؤكد التفوق ويسجل هدفه الثاني أخيرا على بعد ست دقائق من نهاية المباراة. احتفالات الجمهور، احتفالات الجمهور المالي في بهذا الهدف وبهذا التقدم وبهذا التأكيد بعد هدف يأتي منذ بداية اللقاء تماما. هي الدقائق التي سجل انقضت وسجل الهدف، سجل المنتخب المالي الهدف الأول تماما، هي الدقائق المتبقية من بعد أن سجل بعد ست أو سبع دقائق يسجل أيضا على بعد ست أو سبع دقائق من النهاية. الثلاث المضافة كوقت بديل، عالية الكرة رأسية والهدف الثالث. لا تضيع الفرصة على المنتخب المالي بهذه الرأسية، لكن الكرة جانبت المرمى بقليل وتحولت إلى ضربة مرمى. ولا الانطلاقة المالية، التوغل لكن التدخل من الدفاع، كاميرا فكل شيء حسم، لم يعد لديكم نصيب في هذه المباراة. الوقت انقضى، الوقت المحتسب كوقت بديل يكاد ينقضي، والمرابطون خارج الحسابات. وأخيرا صافرة الحكم أيساتا كاني معلنة نهاية اللقاء بتأهل المنتخب المالي بهدفين دون مقابل وخروج المنتخب الوطني. نعم كان أداء المنتخب الوطني لم يكن مقنعا ولم يكن بدرجة الصراع.